أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، مع وصية عظيمة من صحابي جليل لوقت ظهور الفتن، روى أبو داود في السنن عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان، أي معاذ رضي الله عنه، لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. وفي رواية عند أبي يعلى قال رضي الله عنه: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصغير والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا. يعني يجعل في جانب بيته يبني مسجدا، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، واحتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. فقال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذا الأثر صحيح الموقوف وله حكم الرفع، وفيه وصف لحال آخر الزمان حين تظهر الفتن ويتلبس الناس بالدين لأجل الدنيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون في آخر الزمان من فتن وأحوال وملابسات، حتى كأنك تراه رأي العين. فمن خالف هذا البيان أو شك فيه هلك. ولذلك كان معاذ يقدم حديثه عن هذه الفتن بقوله: الله حكم قسط. الله عز وجل عادل حاكم. هلك المرتابون، أي هلك الشاكون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. وكثرة المال في الفتن يزيد الفتن فتنا.
ويفتح فيها القرآن، أي في أيام هذه الفتن يشيع إقراء القرآن بين الناس وقراءته، بحيث يقرأه كل أحد حتى الذي لا يؤمن به المنافق، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن. هذا من الفتن، يتخذون الدين وسيلة للتكثر ويتفاخرون بكثرة الأتباع والمتابعين. قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. ليس الشأن أن تتبع، إنما الشأن أن تتبع الحق. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله: مات عطاء ابن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض، ما كان يشهد مجلسه إلا 7 أو 8. وقال ابن عيينة: كان يقال: أسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ليس الشأن في الكثرة، لأن بعض الناس لما جاءت وسائل التواصل الحديث في هذا الزمان يهني بعضهم بعضا بالكثرة، كثرة المتابعين، ويتفاخر بكثرة أتباعه. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، أي أخترع لهم غير القرآن. لما دعاهم للقرآن وقد قرأ فيهم القرآن فلم يتبعه أحد لكثرة الأهواء في الناس، وهو حريص على الدنيا، مال إلى غير القرآن لعله يجمع الناس حوله. ولذلك قال بعض الدعاة من الدكاترة في عصرنا: الأناشيد أفضل وسيلة للدعوة إلى الله. انحرفوا عن الكتاب والسنة لكثرة الأتباع. والبعض انصرف عن تعليم الناس الكتاب والسنة إلى السياسة وما يتعلق بها، فأغرق الناس فيها. فالكل يحلل ويحكم، مع أن أمور آخر الزمان والفتن قد بينت في الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين علاجها في السنة الواضحة. والبعض جعل الخوض في هذه المسائل الحادثة من السياسة ونحوها جعلها من فقه الواقع وأوجبه على الناس، فاشتعلت المنابر بالحماسة والسياسة، وتجمهر العوام على هذا الرجل، ورفعوا صاحبها إلى أعلى المقامات، مع أن هذا الأمر في الحقيقة لا يثمر في القلوب إيمانا، إنما يثمر الفتن. يخرج الناس لم يزدادوا إيمانا، لم يتعرفوا على مصيرهم في الآخرة، إنما دغدغ عواطفهم بكلام له ظاهر وباطن، وظن الأتباع من جهلهم أنه جريء قائم لله لا يخاف الله لومة لائم. والناس إذا أسقطت عنهم الأوامر الشرعية التي جاءت بها النصوص تقبلوا الكلام
فالحق ثقيل، وكل هذا من الفتن. حتى في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون من يغنيهم وإن كان أقلهم فقها. ولذلك ألف من يسمى بالدعاة كتب الحركة، كتب الإبداع والتفكير، ليس فيها كتاب ولا سنة. في سير أعلام النبلاء سئل أبو زرعة الرازي رحمه الله عن كتب المحاسب، فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع. ولذلك لما جاءت هذه الفتن اشتغل الشباب بالأناشيد والتمثيل، وزعموا أن كله من أجل الدين، وأن هذه رسالة تؤدى نصرة للدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وأن توضع الأخيار وأن يفتح القول ويخزن العمل وتقرأ في القوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها. فقيل: ما المثناة يا رسول الله؟ قال: ما كتب سوى كتاب الله. رواه أحمد والحاكم. فمن الفتن العظيمة اتباع أهواء الناس والجري وراء الكثرة فيحرف لها الدين. ولذلك قال العلماء في أصول العلم: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين يكون خطأ لا يقبل في ميزان العلم. بل قال الطحاوي رحمه الله: نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. الكفاية أيها الأفاضل في الكتاب والسنة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ والنذارة لا تكون إلا بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إذا خالف الناس السنة وتركوا أمر رسولهم فتنوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة وذلوا وتشتت أمرهم. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالنجاة إنما هي بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبه بأعلى صوته: أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أخير من كتاب الله، ولا أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشر من البدعة والمخالفة. قال ابن قيم رحمه الله: بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. ف
فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فالخير كله في الاتباع والكفاية والهداية في ذلك. في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. مهما رأيت في أمر نفعا فطاعة الله ورسوله وطاعة ورسوله أنفع لك. وتأمل، أعظم فتنة تمر على البشرية منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة فتنة الدجال. من كان عالما بالسنة عارفا بها عصم منها. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ عليه فواتح الكهف لا تضره فتنته. ومن علم أنه أعور العين وأن ربه ليس بأعور واستعاذ من شره نجا. ولذلك لما يأتيه الشاب الممتلئ إيمانا يخرج إليه من المدينة ليناظره فيمنعه أصحابه فيأبى عليهم فيخرج إليه فيأخذه مسالح الدجال أصحاب السلاح فيريدون قتله، فيقول بعضهم لبعض: ألم يقل لكم ربكم لا تقتلوا أحدا دونه؟ فيأخذونه إلى الدجال فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عصم بالأحاديث والتمسك بالسنة من أعظم فتنة، فما دونكم بمن دونها من الفتن. ولذلك السنة أيها الأفاضل سفينة نوح كما قال مالك: من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. جلس أبو هريرة يوما يقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. يكرر هذا، فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ أي ما هذا الذي تقول لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ هذا هو عين العقل الذي ينظر في الواقع المخالف الصحابة والمخالف الصديق. كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ العدو حاصر بلدك وأنت تريد أن تغزو البلد الثاني؟ العقل لا يقبل هذا. فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث الجيش سنة، وعقد اللواء له سنة بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يخالفه أبو بكر وهو القائل في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأبى عليهم فبعث أولئك إلى الشام، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فلقوا الروم فانتصروا وغنموا فرجعوا سالمين وثبت أولئك على الإسلام. لو رد هؤلاء لارتدت الجزيرة كلها، من سيقاتل الجزيرة كلها؟ ولكن لما ثبت الأبعدون بقي الأقربون، قاتلهم الصديق في حروب الردة
وطهر الجزيرة من شرهم وثبت الإسلام باتباع السنة. ولذلك كلنا يدعو في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تدري من الذين أنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أردت الصراط المستقيم ومرافقة المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين فأطع الله والرسول واستمسك بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم ما كان عليه الصحابة. ولذلك قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة والسلف لم يكونوا يقدموا على ما جاء به الرسول شيء عليه الصلاة والسلام. قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب الناس في آخر الزمان من اختلاف وفتن وشر، وقال في سبيل النجاة: ترجعون إلى أمركم الأول. ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وقال في حديث العرباط: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. دين الله واحد أيها الأفاضل، وقد كمل وتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كامل، لا يحتاج إلى أن تأتي بوسيلة جديدة تريد أن تنشره بها، ما يحتاج. ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا النقص اتباعه للسنة علما وعملا. بل قال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وقال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط فيه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقط بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، هذا ميزان، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته. ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى اليوم ما كان ينكره بالأمس. قالوا: الديمقراطية كفر، وضجوا بها في الأرض. فلما جاءت الثورات قالوا: الديمقراطية سبيل لتطبيق الشريعة الإسلامية. قالوا: المظاهرات حرام وفتن. فلما جاءت الثورات قالوا: واجب شرعي وحق دستوري ووسيلة للضغط على الطغاة ورد الحقوق. قالوا: الإسلام هو الحل. فلما جاءت الكراسي قالوا: طلب الحرية مقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية. الخروج على الحاكم سلكوا في مذهب الخوارج وحرفوا النصوص وقالوا: أنتم مطاحيون، أنتم تدعون للذلة، اسمع وأطع، وضعفوا الأحاديث وردوها وأولوها بأهوائهم. فلما حكموا وثار الناس عليهم صححوا أحاديث السمع والطاعة، ورووا الإجماعات في حرمة الخروج على الحكام. أصل الثبات وسببه لزوم الوحي والدوران معه. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المصلحون مستمسكون بالوحي
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلح لا يخالف الكتاب، مستمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تعلمون. الرباني يعلم الكتاب ويتعلم الكتاب، لا يتعلم القصص ويسرده على الناس. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يهدون بأمر الله الكتاب والسنة، وكانوا بآياتنا يوقنون، مستيقنون بهذا الطريق وإن قل سالكوه. ولذلك قال ابن القيم: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم. قال: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، وأحذركم زيغة الحكيم. أيحذركم زيغة صاحب الحكمة، فصاحب الحكمة قد تستهويه الفتن، والحق حقا يتبع، والرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، ولا تستعظم اسم عظيم فترد الحق لأجله. أحذركم زيغة الحكيم، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بغيضا بعيدا، وسر ربك أن يبصرك ليلا ونهارا بالحق ويهديك إليه. وتأمل حال نبيك الذي هو على الحق المبين كما أخبر الله تعالى عنه: كان إذا قام في جوف الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم، يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء الملائكة. جبريل به حياة الوحي، وميكائيل به حياة الأرض بالقطر، وإسرافيل به حياة الآخرة في النفخ بالصور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا يقول الذي على الحق المبين. فما بال الواحد منا عنده شبه وينضم لجماعة يقول: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك أنك على الحق. تجرد، فكل أحد عرضة للوهم والخطأ، والحق عليه نور، ولا تستعجل في الرد والصد فتحرم التوفيق. وتواضع لربك، وداوم على الافتقار، وداوم على قرع بابه. فمن رد الحق عمي قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. إياك أن تتكبر على الحق، فالفتن أخاذة. قال عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان أبا المنذر: ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. والكلام في هذا المجال يطول، وقد ظهر، لا أقول أنصاف المتعلمين، إنما من لا يحسن قراءة آية ولا يضبط قراءة الفاتحة يرد السنن بعقله ويشرع ويبين، هذا من الضلال العظيم.
فاستمسكوا فقد تركتم على محجة بيضاء وصراط مستقيم. فالدين واضح والسنة بينة ونهج الصادقين الذين وصلوا إلى جنات النعيم واضح، لأن الله عز وجل رضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، وعلق رضاه عن الآخرين بشرط اتباعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون رضي الله عنهم رضاء مطلقا، ومن يأتي بعدهم لا يرضى الله عنهم إلا بشرط أن يتبعوا السابقين بإحسان. فقد ضمنت الصراط المستقيم الذي كان عليه الصحابة وأنه يصل إلى ربك ورضوانه وجنته، فاسلك سبيل أولئك تنجو في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يقينا شر الفتن وشر أنفسنا وشر كل ذي شر، وأن يحفظ بلادنا ويديم علينا أمننا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يرضيه عنهم، وأن يثقل موازينهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، كما سألوا سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.